شو اسمك يا بابا؟ اسمي سامي. اسمي سامي. ضايع ضايع كيف ضايع؟ وش نسوي؟ بيك وتوديني بيتنا. يا بيك وين؟ بيك وتوديني بيتنا. وين اوديك؟ بيتنا. يبي بيته. شو تسوي يا ولد؟ سلم الشرطة. لا ما بشرطة. ايش تبي؟ تعال 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 بيك تعال تعال تعال. يا حمدان قالوا ذا امانتك احنا ماشيين. مشاهدينا الكرام في كل مكان، هذا الطفل الذائع في امانتي. اوه يلعب ارضيه. يا سلام يا سلام. اوه جماهير غفير بهذا. يلعب ارضيه. اوه يا غدار، هذا الطفل موهوب، هذا الطفل شنكون. مسافرين بعد اسبوع طيران ان شاء الله، نبيك تعطينا بروفا كذا، وش راح يكون يعني؟ على السادة المسافرين التقيد بالإرشادات المضاءة من أجل سلامتكم وراحتكم. يرجى التأكد من أحزمة الأمان مربوطة. إيه لا قالها كذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كابتن الطائرة أبو يارا، رحلة رقم متجه إن شاء الله. أنا قرأت وادرين سد ركاب ربع. قرأت وادرين. هذه الضيق أي خاصة نلقى. الله أكبر. الله أكبر. ها تذبحني. لا أنا بيك تطري علينا الأجهزة القديمة. أنا سبعة، شوف لي صاحب المنترة تحول على. ذكر عليك شيء؟ طيب سامي نبغى شو اسمها الأغنية ذيك حقت الأطفال، شو اسمها؟ أنا قصة إنسان. مسي نام هذا. أنا جروح الزمان. أنت بكي يا عاصر. ضيق على البيت كله. والله أنك